أكثر تفاصيل، لكن قبل هذا نمشي لكرة القدم. نذكر بتعيينات مباراة الجولة الخامسة ذهاب. قبل ما نمشي للفوت نرجع للكرة اليد، يلتحق بنا عبر الهاتف بتبيعة شنحكيه كيف ما قلنا على البطولة الإفريقية للأندية البطلة سيدات بالمغرب في كرة اليد، الجمعية النسائية بالساحل اللي تبدع إلى حد الآن وباش تلعب غدوة 11 متاع الصباح الدورة النصف النهائي ضد أوتوديو الكونغولي. ناخذ فكرة على استعدادات ممثل كرة اليد التونسية في المباشر مع السيد نجم الدين بن صالح رئيس الفرع والمدير التنفيذي. مرحبا سي نجم الدين. مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين. قبل كل شيء نقول لكم مبروك التواجد في المربع الذهبي. الفريق إلى حد الآن قاعد ظهر لي في نسق تصاعدي في انتظار مباراة غدو. الحمد لله توا وصلنا لدمي فينال، نحضروا له كما حضرنا ماتشات أخرين، فما نسق تصاعدي اللاعبات وقدرة ربي عنا أمال كبيرة إن شاء الله باش نتعداو حتى للدور النهائي قدرة ربي. احنا الأوبجيكتيف أتا بالتواجد في المربع الذهبي، ديجا ترشحنا للسوبر كوب دافريك اللي باش تتعمل في أفريل، اللي ترشحوا لها الأربعة الأولانيين في الشامبيونز. والأهم بالطبيعة هو أنه التواجد في الدور النهائي ولما لا اللقب. ممكن برشا ناس ما كانتش تسمع بالبطولة هذه وما تبعتش البطولة هذه وما تعرفش اللي الجمعية النسائية بالساحل ممكن باش تمثل تونس، ولكن توا بدات اللهوة أكثر ظهر لي وبدات الناس تهتم أكثر بالبطولة وبفريق جمعية الساحل. بالطبيعة ما هو ديما الريزلتا بوزيتيف هما اللي يخليوا العباد تتبع وكل شيء. احنا عندنا اون ايكيب جون دو بريسك موين داج فما 21 عام. جبناهم الحقيقة باش يكون صريح معاك، معناتها جبناهم باش يكتسبوا الخبرة. ما كانش ثم برشا ضغط على اللاعبات هذاك علاش؟ مش ضغط، يلعبوا أليز يلعبوا هون في الهوم، ما فماش ضغط، ما فماش ميديا تبع فينا، جينا ترونكيلمون، جينا الماتش الأول، عباد بدات تفيق بينا اللي احنا موجودين في البطولة الإفريقية كي ربحنا بريميرو دي أغوستو. اللي هو من اكبر ولا بتاتر اكبر فريق في افريقيا في كره اليد، نحكي على كره اليد النسائيه بالتاع. الريزلتا كانت شوكون في برشا ناس ما توقعوهاش والحمد لله، ومن وقتها ولاو يعملوا حساب اكثر الجمعيه النسائيه بالساحه. بالضبط، كل ماتش تلقى جمعيات الكل قاعده تصور، تصوروا في ماتشواتنا، يحضرونا يعملوا في فيزيوناج. حطينا بصمة كما نقولوا احنا بلغتنا، عملنا بصمتنا. الجمهور التونسي موجود غاديكا ويتبع في الجمعية ولا ليه؟ والله اللي تبعوا فينا المغاربة، ما فماش برشا توانسة لهنا حقيقة، اما المغاربة ولاو يشجعوا فينا. البارح حتى في نصف النهائي نلعبوا ضد جمعية مغربية، برشا مغاربة معانا. خلينا نكمل معاك بكلمه على مباراه دور النصف النهائي ضد فريق أوتوديو الكونغولي، زاد من الفرق الصعبه الى حد الان في البطوله. ده فريق قوي برشا، عامل دي ريكروتمون باهين، عامل دي ريكروتمون من انغولا. فريق صعيب، تكون صريحه معاك فريق صعيب، اما حتى احنا انا بصمتنا بقدره ربي وعنا ما نقولوا فيه الماتش، وان شاء الله بالتوفيق. اكيد ان شاء الله غدوه تجيبوا لنا ورقه تاهل للدور النهائي، علاش لا، كل شيء ممكن الى حد الان، وقاعد كيف ما قلت انت الفريق في نسق تصاعدي. شكرا لك سي نجم الدين بن صالح رئيس الفرع، وان شاء الله بالتوفيق للجمعيه النسائيه بالساحل اللي كيف ما قلنا تلعب غدوه ضد أوتوديو الكونغولي في نفس الدور. الاهلي المصري باش يقابل بيترو اتليتيكو الانغولي. بالنسبة للذكور الأهلي المصري مع الزمالك المصري مواجهة مصرية بالنسبة للبطولة، وفلاورز البنيني مش يلعب ضد منتدى درب السلطان المغربي. نرجع لكرة القدم، تعيينات مباريات الجولة الخامسة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى. ثلاثة مباريات نهار السبت ماضي، ثلاثة شبيبة العمران مع الاتحاد المنستيري في ملعب زويتن، ثم أيضا ماضي ثلاثة نادي البنزرتي مع نجم المتلوي، والخمسة ونصف في ملعب رادس مباراة القمة بين النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي. ثم نهار الأحد بقية الجولة مع ماضي ثلاثة كل المباريات، النجم الساحلي مع الملعب التونسي أيضا مباراة منتظرة، مستقبل الجابس مع مستقبل سليمان، قوافل القفصة مع الأولمبي البيجي، الترجي الجرجيسي باش يستضيف الترجي، واتحاد بن قردان مع اتحاد تطاوين.
بالنسبه للرابطه المحترفه الثانيه اللي كان افتتاحها البارح بمباراه الملعب الافريقي المنزل بورقيبه سبورتينغ المكنين لوفات متعادله دون اهداف في المجموعه الاولى نهار السبت. بقيه المباريات في دفعه اولى مع ماضي ثلاثه في المجموعه الاولى جمعيه تريانه مع امل حمام سوسه، مستقبل الوادي الليل مع مستقبل المرسى، هلال مساكن ونادي حمام لانفر، قلعه الرياضيه مع نجم الرادسي، ومكارم مهديه مع نادي القربي. وفي المجموعه الثانيه تقدم ساقيت الدائر مع نسر جلمه دون حضور جمهور، الملعب الجابسي مع امل جربه ايضا دون حضور جمهور. ثم الجولة تستكمل نهار الأحد في المجموعة الأولى جمعية مجرين مع جندوب الرياضي، في المجموعة الثانية شبيبة القيروان مع هلال الرديف، مستقبل قصرين مع الرالوي، أولمبيك سيدي بوزيد مع هلال الشابة، كوكب عقارب مع أمل الركبة، ومحيط قرقنة مع بعث أبو حجلة. المباريات الكل تلقاهم أكيد على موجات إذاعة الشباب في النقل المباشر. أعضاء إدارة مركز تكوين الشبان بالنجم الساحلي كانوا قدموا استقالتهم لرئيس الفريق زبير بيا بسبب تداخل الأدوار بين الهيئة وإدارة مركز التكوين، واللي يضم كل من ياسين الشيخاوي، هيثم الدريدي، يوسف بشر، ومحمد لديب، والمدير الفني وائل قزقز. لكن زبير بيا يرفض الاستقالة ويتمسك ببقاء كل الأطراف، وكان لهم اجتماع وقع من خلاله تجاوز كل الإشكاليات. ملاعبي اتحاد بن قردان من البارح دخلوا في إضراب على 80 للمطالبة بالمستحقات المالية. طاقم تحكيم تونسي باش يصفر مباراة الجولة السابعة من البطولة الأردنية نهار السبت بين نادي الحسين أربد والفيصلي. حكم الساحة صادق السالمي، المساعد الأول خليل الحساني، المساعد الثاني أيمن إسماعيل، والحكم الرابع نضال الطيب. في أخبار المدربين، نادي الباطن السعودي الناشط في الدرجة الأولى ما يعادل الرابطة الثانية في تونس كان قدم البارح مدربه جديد التونسي نصيف البياوي اللي كان تلقى الموسم الحالي مع الأولمبي الباجي قبل ما يغادر نحو السعودية. أيضا نادي الخورة القطري كان أعلن تعاقده مع المدرب التونسي مهدي النفطي، والفريق موجود حاليا في المركز 12 والأخير في البطولة برصيد 3 نقاط ويلعب غدوة مع الريان في الجولة السابعة. نادي الحوراء السعودي أعلن أيضا تعاقده مع المدرب التونسي منظر مخلوف لقيادة الفريق في بطولة الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم. ونبقى دائما في السعودية وكنهبطوا بالدرجات من الدرجة الأولى للثانية والدرجة الثالثة أيضا السعودية، فيها المدرب شرف الدين الزيدي اللي يلتحق بنادي لسيحة السعودي صحبة زوزة توانسة، هما المساعد صدام العداوي وأخصائي العلاج الطبيعي منصور رمزي. هكا يكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، في الأمان. Flash Sport.